أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، نلحظ في هذا الزمان من بعض ممن عليهم سمات الخير كثرة اللعن للسيارة أو الجار أو الابن، حدثونا عن هذا السؤال، وهل من كلمة توضحون فيه عظيم الشأن في هذا الموضوع؟ اللعن كلمة قبيحة ولا يجوز أن تطلق إلا على من يستحقها من الكفار والمنافقين، أما المؤمن فلا يجوز لعنه، ولا يجوز لعن الدابة ولعن السيارة ولعن المسكن والبقاع، لا يجوز لعنه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فاللعن إذا كان الإنسان يتفوه به من غير سبب شرعي فإنه يدل على نقص الإيمان، وهو ضرر على الملعون. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم. فلا يجوز أن يلعن أخاه المسلم أو يلعن السيارة التي هي رحلته وملكه، ولا يجوز أن يلعن شيئا إلا من لعنه الله ورسوله. نعم.